تقع سمد الشان في المنطقة الشرقية من سلطنة عمان، وقد بدأت عمليات التنقيب فيها عام 1970 لتكشف عن 3 فترات أو حضارات هي فترة لصق وتعود إلى 1000 عام قبل الميلاد، وفترة سمد وتمتد من عام 500 قبل الميلاد، وفترة سوق وترجع إلى 1000 الثانية قبل الميلاد. وقد قامت وزارة التراث القومي والثقافة بالتعاون مع البعثات الأثرية بالتنقيب في المواقع 3. وتم الكشف عن أكثر من 30 موقعا أثريا يشتمل على مستوطنات سكنية ومدافن دائرية الأطراف مبنية من حجارة كبيرة متلاصقة بجانب بعضها البعض. وهي مقسمة إلى مدافن للرجال وأخرى للنساء. وقد عثر في مدافن الرجال على أسلحة حديدية كالخناجر والسكاكين ورؤوس السهام وأصداف كبيرة تستخدم كآنية للشرب، كما توجد بعض الجرار الفخارية الكبيرة الحجم. أما مدافن النساء ففيها أنواع مختلفة من الخرز ومواد لتزيين العيون وأوان عميقة حجرية وقوارير عطور. كانت الأواني الفخارية تصنع من عجينة خشنة ثم تحرق حرقا متوسطا ثم تطلى بعد ذلك من الداخل والخارج، وتزين بزخارف مختلفة تسمى زخرفة عظام السمك وزخرفة الخطوط المتقطعة، كما زين بعضها بكتابات من جنوب الجزيرة العربية والتي تعود للفترة التاريخية من 200 إلى 50 عاما قبل الميلاد. أما أنواع الأواني الفخارية فبعضها جرار كبيرة لحفظ الماء وأخرى صغيرة داكنة اللون، يحتمل أنها استخدمت لأغراض الدفن فقط. وفي ميسر سمد وجدت مستوطنة يعود تاريخها إلى 1000 الثالثة قبل الميلاد، فقد تم الكشف عن برج مركزي مستدير بجدران دفاعية متينة. بني البرج ليكون ملجأ مؤقتا للمستوطنين للحماية عند الأخطار. أما المستوطنة والتي تقع على مقربة من البرج فتقسم إلى قسمين، واحد للسكن وآخر لصهر النحاس. وقد وجدت آثار هامة في مستوطنة ميسر سمد كالسيوف وأختام حجرية ذات 3 وجوه محفور عليها رسوم حيوانات، كما وجد أحد الأختام وعليه نقش على شكل إنسان، وكذلك مخلفات من كتل النحاس المصهور وأجزاء من أفران الصهر. تمركزت أفران صهر النحاس عند منحدرات الوادي، وهي أفران كمثرية الشكل مبنية من الفخار أو الحجارة المحلية. أما عملية صهر النحاس فكانت تمر بعدة مراحل، آخرها صب النحاس المصهور في حفر في الأرض، وبذلك تتشكل كتل دائرية تعطي السبائك شكلها المطلوب. ولا شك أن استخراج النحاس في عمان بدأ منذ 1000 الثالثة قبل الميلاد بدليل ذكر مجان، وهو اسم عمان القديم في الوثائق السومرية.
توجد أهم المواقع القديمة للنحاس في صحار، حيث يمكن مشاهدة بوابة المنجم القديم في الأسيل، وتم الكشف عن رواسب ومخلفات نحاسية على طول وادي الجزي، وذلك في 32 موقعاً لصهر النحاس، وهي مخلفات في معظمها كبيرة الحجم ثقيلة الوزن. وقد أولت وزارة التراث القومي والثقافة اهتمامها بإجراء المصوحات والتنقيبات الأثرية في مواقع عرجاء والبيضاء والأسيل وسمدة والملينة والواسط وغيرها. واكتشف علماء الآثار بأن تطوراً قد حصل في عملية صهر النحاس قديماً، حيث وجدت عدة أفران بدلاً من فرن واحد لزيادة الإنتاج. كما لوحظ أن وجود الكبريت بكميات كبيرة في الخام قد ساعد على الاشتعال ورفع درجة الحرارة إلى 1000 درجة مئوية، مما يقلل من كمية حرق الأخشاب لعملية الصهر. وقد وجدت بالقرب من مواقع التعدين هذه مستوطنات سكنية جيدة التنظيم. فقد كانت تعنى إلى جانب التعدين بالزراعة لإنتاج الحبوب والأخشاب اللازمة لعملية الصهر، مما خلق شروطاً معاتية لاستغلال المياه والتنظيم الاجتماعي من جانب، والتجارة والتحضر من جانب آخر. وفي نفس أماكن استغلال خامات النحاس قديماً، أنشئ أول مصنع للنحاس في وادي الجزي في عهد النهضة المباركة، التي تهتم بالثروات المعدنية التي تزخر بها أرض عمان وفي مقدمتها النحاس. بدأ المصنع إنتاجه في 22 من يوليو عام 1983، ويعمل بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 20,000 طن من فلز النحاس. نظراً لأن استخدامات النحاس خاصة في صناعة الكابلات أو الخلطة مع الذهب تتطلب درجة نقاء تصل إلى 100%، فإن سبائك النحاس في مصنع صحار تتجه في مرحلتها الأخيرة إلى وحدة التنقية الإلكترونية، حيث تغمر في محلول حمض مما يرفع درجة نقاوتها إلى الحد المطلوب.
وهكذا عادت صناعة النحاس إلى عمان في نفس أماكن استغلال خاماته قديما غرب مدينة صحار. ووراء هذا العمل الجبار يقف الإنسان العماني يحركه ويدفعه إلى الأمام.